مثل ما تشوفون هذا هو المكان اللي هبطت عليه المركبة الفضائية. ها؟ كات 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 حبيبي عيسى، ما كان في ولا مركبة ولا شيء، كان مجرد مؤثر بصري. ها؟ هو واضح. كريم ايش فيك انت؟ يا اخي انا شفته والعالم كله شافه، يعني انت الذكي الوحيد اللي تعرف انه مؤثر بصري. اروح نوري لك ونطيرك فوق البرج. اروح. شلون؟ سلام، اليوم راح استكشف معاكم اشياء ما جربها احد من قبل، وبندور مع بعض على الحقيقة، حقيقة الهندسة، الرياضيات والفضاء، وبنسافر بالزمن للمستقبل في مكان واحد بس. حسابات دقيقة وجهد استمر لسنوات، وصل مهندسي متحف المستقبل لأفضل الصيغ المنحنيات وأكثرها متانة، وصمموا هيكل تندمج فيه الواجهات الزجاجية وأنظمة العزل الحراري والهوائي والمائي والهيكل المعدني بكتلة واحدة يدعمها من داخل المتحف مثل ما تشوفون. شباب لازم أوريكم الشيء، في شيء بالمتحف المستقبل الكل يستغرب منه، هو هذا الشيء يطير كأنه حديدي وقاعد يطير وعنده جناح، بس على فكرة هو بلونة وفي ريموت كنترول يستخدمونه عشان يشغلونه، فالموضوع مو شوية مو مثل ما نتوقع، بس فهل عديد 2400 قطعة من الصلب المتقاطع وآلاف القطع المثلثة اللي تعزز متانة هالتحفة العمرانية. على الورق وبشكل نظري كل شيء سهل، بس شلون نفذوه على أرض الواقع؟ الجواب بسيط، التصميم البارامتري، تقنية ثلاثية الأبعاد قدروا من خلالها يجمعون بين العمارة والنحت والرياضيات، وبذكاء استخدموا نفس النموذج لتصميم حركة الناس في المبنى، وحددوا آلية تنقلهم بين طوابقه بحيث ما يكون في ازدحام. خلاص يلا تعال. ولأن الهدف من تصميم المتحف مو بناء معجزات هندسية بقدر ما هو بناء معجزات بشرية تقدر تستخدم هالمكان لتبني مستقبل أفضل. رحلتكم إلى المستقبل تبدأ هنا. هذا المتحف اختلف عن المتاحف العادية اللي ركزت على الماضي، ما يشبه متحف اللوفر مثلاً أو فرساي أو المتحف البريطاني أو الأرميتاج، المتاحف العالمية المشهورة اللي لما تطلع بعد زيارتها رأسك يكون معبي أسئلة. بالعكس، هالمتحف بالتحديد تصمم عشان يجاوبك على كل الأسئلة اللي ممكن تخطر لك، ويخليك تعيش التجربة، تنسى الماضي وتغوص في تفاصيل المستقبل. بدت رحلتي من المحطة الفضائية المدارية. أمل تعالوا. انتقلت للفضاء وعلى بعد 600 كيلومتر من الأرض شفت دبي شلون بتكون في عام 2071. شباب انتوا بتخيلين بعد 49 سنة هذه دبي. واو. ولأني سمعت وايد عن غابات الأمازون راح أسافر لرحلة رقمية لهالغابات وأكون قريب من مئات الكائنات والتفاصيل اللي مستحيل نشوفها بالعين المجردة. واو، ما تخيلت أني راح أشوف مثل هالمخلوقات بحياتي. وبعدها دشيت المكتبة، مكتبة الحياة، وفحصت الحمض النووي لآلاف من الكائنات. صراحة شباب بعد ما تجرب كل التجارب تحس نفسك كأنك بعالم ثاني، كوكب ثاني. تقدر تتفاعل مع كل شيء، تشارك في كل شيء، تجرب وتبتكر وتشوف النتائج قدامك. وللحقيقة هالمتحف اللي تتخيل أول ما تشوفه أنه مجرد بناء قدر يجمع أجمل الأشياء اللي ابتكرها الفكر الإنساني وأرقى التصاميم اللي وصلها الفن المعماري وأحدث تقنيات التكنولوجيا اللي عرفها العالم. حتى اليوم في مكان واحد، متحف المستقبل،
ونشوفكم الحلقة الجاية. مع السلامة.